تجنيد إجباري أو طوعي، هذا هو الهم الذي يستغرق حالياً تفكير ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهي تواجه مأزق استنزاف المقاتلين في عشرات الجبهات التي تتلقى فيها هزائم متلاحقة. فقد أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان التابعتين للميليشيا في صنعاء فتح باب التطوع هذه المرة، رافعة سن الالتحاق بالخدمة العسكرية في صفوف الميليشيا إلى 40 عاماً. خطوة تسندها عمليات تحريض واسعة يقوم بها خطباء مساجد محسوبون على الميليشيا، ويشارك فيها مسؤولون محليون معينون منها في محاولات يائسة لجلب المزيد من المقاتلين إلى الجبهات التي تعاني من مشكلة تسرب وفرار العشرات من مقاتلي الميليشيا تحت واقع الضربات التي تتلقاها مواقعها والخسائر الفادحة التي تتكبدها في تلك الجبهات. وكشفت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن حجم الخسائر التي تكبدت الميليشيا في جبهة ميدي لوحدها، والتي وصلت إلى 1739 قتيلاً و 3150 جريحاً خلال العام 2017. وفي ظل النشاط المتواصل لطيران التحالف، تواجه الميليشيا صعوبات في استئناف دور المعسكرات السرية للتدريب التي أقامتها في صعدة منذ نحو عقدين، ما دفعها إلى إنشاء معسكرات في محافظات مختلفة تعرض بعضها لقصف من طيران التحالف. على مدى السنوات الماضية استنزفت الميليشيا كتائبها القتالية في معارك حسم معظمها لصالح السلطة الشرعية، أمر ألجأها إلى استدراج الأطفال للانخراط في مغامرتها العسكرية فيما وصف بأنه أسوأ مظاهر الحرب الدائرة حاليا في اليمن. وتتصدر أحاديث المجتمع في هذه الأثناء القصص المحزنة عن الأطفال الذين استدرجتهم الميليشيا إلى حربها من حارات المدن ومن القرى، مستخدمة وسائل مختلفة من بينها الإغراء بالمال والسلاح وباللقب الجهادي، إلى حد واجهت بعض العائلات مواقف مؤلمة جراء مقتل أبنائها دون علمها المسبق بأنهم استدرجوا إلى جبهات القتال.